هلا هم هلا، اليوم حنا بضيافة الشيخ عبد الله العثيم. يا هلا والله وسهلا. اليوم حنا بافتتاح قصر الشيخ عبد الله العثيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء فوق الخيال. تصاميم تفوق الخيال. ما شاء الله. هذه جلسة البناء الخارجي. ما شاء الله الشيخ عبد الله حاط مصمات طول البصر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله على هالبيت. تصاميم ما شاء الله. واحد اقول وين انت؟ يقول عند النافوره. ما شاء الله كل البيت نوافذ تبارك الرحمن. ما شاء الله القصر مساحة 50,000 وأكثر من تقريبا زي الفلل، هذه أكثر من 28 فلة. هذا مجلس الحديقة فقط. أنا جاي من الطائف خصيصا. ما شاء الله يا له الجنة. أقول هذا كله قصر الشيخ عبد الله العثيم صاحب العثيم مول.